ثلاثين متميز مبدع يؤمن برسالة الإبداع عموما. نحضر هذه الأمسية لدعما أولا وتحفيزا ثانيا واعترافا لمبدع حبا فيه لعزيمته واستمرارية عطائه، كذلك ما لفت نظري حضوره المتميز والمكثف داخل كل أنشطة مدينة تازة. معنى إنسان يدعي كل أنشطة، لا عدو له ولا فكر مضاد يحمله للآخر، بل بقلب منفتح. محمد أمين شويرف هو من مواليد مدينة تازة في العشرينيات من عمره، ولا شك ولا جدال فيما أقول حين نعلم أنه تعلم القرآن الكريم عن طريق جده الفقيه، تعلم منه قواعد جويد، كذلك تعلم منه أو حافظ عنه القرآن الكريم. ومن يحمل هذه الرسالة أو بآيات لله سبحانه وتعالى وأن يعمل بها لا أن يتباهى بها، فلن يكون إلا محمد أمين شويرف. بدأ مشواره الفني بالمديح والسماع، وهذه حتميات أساسية من شجرة حفظ القرآن والتجويد. أكيد سيتجه إلى أشياء روحية أكثر ما هي مادية. أسس مجموعة المديح سنة 2006، وانضم سنة 2009 لجمعية أهل تازة في المديح وفي السماع. من بعدها يؤسس جمعية مديح تازة سنة 2011، والتي لا زال يتشرف برئاستها لحد الآن. محمد شويرف، وكما أقول وأؤكد، حضوري يشرفني أني أقف أو أجلس أو أكون حاضرا معكم لدعم هذه الطاقة الشابة. محمد شويرف بلو جوناج له ثلاث أعمال سينمائية، وهذا ليس بلهين، لأننا نعرف أعمال أو أفلام قصيرة سينمائية ليس بسهل لا تقنيا ولا فنيا ولا ماديا في هذا الوقت الوجيز أن تكون له ثلاث أفلام. فمن الفيلم الأول القصير اللي اسمه العزيمة، جاء لظرف أو جاء في ظرف نقول بمثل من العربي رب نقمة النعماء. فالنقمة محمد أمين شويرف قبل فيلم العزيمة أصيب بمرض اضطر معه للغياب عن الدراسة، وبعد العودة لمدة أو سنة عاد يطرق أبواب المدرسة ليرفض من طرف السيد المدير وليعنف بكلمة لن أذكرها لأنها هي مكتوبة عندي هنا ولكن لن أذكرها لأنها لا تشرف رجل تعليم. خرج محمد أمين شويرف ليس منكسرا لكن متحديا ومصرا على أن يقول أنا موجود، أنا محمد أمين شويرف، أنا بفكري، أنا بإبداعي. كثير مرحبا بمبدعينا من مصر، واهلا وسهلا معنا في هذا اللقاء الصحفي او هذه الندوة لدعم ما انتم في صدد او بصدد إنجازي. نتمنى لكم التوفيق، ونحن سندا أبناء مدينة تازة متقافين ومبدعين مع فناننا الشاب محمد شويرف. تفضل. نشكركم. الله يسامحك. يلا غادي تفضل. أمين. مساء الخير. مساء النور. مساء الحب، مساء الجمال، مصر الحبيبة، بقول للأهلي الأفاضل. أهلا.
سنة. استاذ سامي انت فعلا متميز وعطيت الفكره اللطيفه جدا وان شاء الله تلاقي حضور واعجاب عند الناس. سعيد جدا ان انا مغنيين فيها كلمه بتدي الامل لكل الوطن العربي ويزيد ان شاء الله بكره احنا باذن الله هتبقى نقله باذن الله. ولما نقول الفيلم كمان ان شاء الله نور القلوب، يعني كلمه بتشرح نفسها. لو كل واحد فينا قلبه نور والعطاء بفن ورقي بتواصل الانساني يدرك يعني ايه الاخر ويحترم الاخر ويخلق الولاء والانتماء اللي بنحلم بيه كلنا عشان نحافظ على هويتنا ووحدتنا وارتباطنا ببعض. صدقني ده النجاح هيبقى رساله حقيقيه بنبيعها كل فنان في حياته. ربنا يخليك. استاذ سامح هتسمعوني؟ ونحن بدورنا في هذا المحفل الفني البديع كنا نحن سعداء بتعاوننا مع أشقائنا مصر، ومصر هي أم الدنيا أم الإبداع، فيها مفكرين فيها شعراء فيها مؤلفين فيها أدباء. فنحن سعداء أيضا لاستقبالكم هنا بمدينة تازة شبابا وشيبا من أجل دعم هذا المشروع المولود، نتمناه إن شاء الله بنور قلوب الطيبين المتسامحين المبدعين الفنانين الحقيقيين الإنسانيين من مدينة تازة ومصر الشقيقة. فأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله ننتظركم بعد رمضان لنحضر معكم إتمام هذا الإنجاز الرائع وهذه التوأمة التي سنعمل جميعا كمبدعين ومثقفين بهذه المدينة دعمكم لمشاركتكم في سرائكم وضرائكم أثناء الإنجاز حتى إن شاء الله يرى النور هذا المولود الذي اسمه نور القلوب. وشكرا لك. أيوة، هو الأستاذ محمد بالخادر المسرحي، هو مسجل الجلسة بيرحب بكم في تازة ويتمنى لعمل نور القلوب يلاقي صدى أكبر وأكبر في العالم العربي وجميع طاقم قناة ميديا اللي سلم عليكم انت وإيناس والجمهور تزيد. ايوه اتفضل. استاذ محمد مرحبا. استاذ محمد انا بشكرك على بنتمنى لنا الخير وان شاء الله العمل ونكون عند ارض الرزقكم، واحنا باسم الله اذا كان لدينا تعاون بامكانيات بسيطه بنحاول نقول ان الفنان الحقيقي مش بيسعى ولا بيندم، ولكن لازم نكمل كلنا ونصدق الفكره ونتعاون بالافضل، لان اسم الوطن العربي لما يتحط على حاجه لازم بالحاجه كبيره. انا مصدق جدا الموضوع وبثق في امين وحاسس ان احنا فيلم نور القلوب هيعمل رحله باسم الله وهيعمل الرساله اللي احنا بنرجوها للبناء الحقيقي في عالم الفن والثقافه. ان شاء الله تشرف لنا طبعا. شكرا لك استاذ سامح، ونحن في انتظاركم سنجني كل ما بطاقتنا كما قلت. المبدع ليس ماده واما المبدع ملكه موهبه، المبدع رسول، باي او بكل وسائل ممكن ان نبلغ رسالتنا. فما يهمنا هو الخطاب الوازن، هو الخطاب المتسامح، هو خطاب الحب من مدينه تازه. فتحيه لك استاذ سامح. متشكر يا محمد، متشكر جدا على الكلام الطيب، متشكر جدا على الكلام الطيب ده. واحنا مدركين يعني ايه تازه ويعني ايه حضاره الوطن العربي ككل. احنا علمنا وبنعلم وبنتعلم، دي ميزه الانسان العربي الاصيل اللي مدرك يعني ايه الاخر فعلا في منتهى السعاده. والحقيقه وانا لما جيت الفكره انا وامين وبشكر فيها المكتب
قضية تعامل معه كفنان وكسفير للنوايا الحسنة لوزارة الثقافة المصرية وكأول عربي. وكأول عربي بيشارك في السينما الهندية وأنا بستنى العمل بي. وأنا كمان بستنى العمل بتاعه في فارغ الصبر علشان نشوف أم الدنيا مصر في الهند. وده طبعا شرف لينا ومرحبا بكم في تازة مرة أخرى. مصر بتحبكم وانتوا اخواتي وهيبقى كده باين. بس انا غيران منك عشان انت وخالي برضه فخالي بتطلع في دماغك تسمي يا شخصي الحفله وتسمي العمل. بس انا اللي تابع خلي بالكم عشان هو تابع معايا لو في الايدين مش اغنيه يعني. ده انت مستني طبعا. بحبك يا امين ورسولك وبشكر كل البنوك وبحب كل اهل المغرب امهاتنا واهالينا والحب يدوم بين مصر والمغرب ان شاء الله طول العمر. وانا كمان بحبكم وتحيه خالصه من تازه الى مصر الى سامح يسري والى صنوبر. كل التحيه بتعلمكم محبتي وتحيه دي ناس لغايه ما ان شاء الله نتقابل قريب ولو ما بلاش كسل ولو ما حيا الى العمل. تحيه مصر والمغرب. تحيه مصر والمغرب. تحيه مصر والمغرب. الله يعزك الله يعزك تحياتي. هذه من اللحظات اللي الانسان ما تعجز كل الحروف وكل اللغات عن تعبيري عن تعبير عما يحصل الان. هي لحظه في الحقيقه لحظه ما فوق الواقع لحظه لن اقول عنها حالمه بقدر عن ما اقول عنها لبست لباس القداسة. هي قداسة الحب قداسة. الخطاب تسامح خطاب المبدعين الحقيقيين خطاب المبدعين الأنقياء. وقلنا من بعد اليتيمة وهذه الطيبات اللي كانت كيتناولهم السي أمين هو هذه المعادلة لأن المبدع إذا كان الإنسان ابن بيئته فالمبدع ابن انفعالاته ابن منطقة له ما كانت تشكو منه. عندما تكلم على عزيمة كان يرد برسالة. عندما صور فيلم سينما القصير ديالو ديال اليتيمة كان يرد على صراعات في منطقة له إن لم يظهرها للخارج فكانت تسكنه في الداخل إلى أن أخرجها إبداعا. تأتي نور القلوب. لاحظوا حتى التدرج في الأسماء. من العزيمة أنا موجود، من اليتيمة هو الإحساس الإنساني، من نور القلوب هو ذاك الأمل المشرق الذي به يستمر الآن كمبدع، به الآن نحن متواجدين، وبه إن شاء الله محمد أمين شويرف سيكون بدعمنا سيكون إن شاء الله لما لا نجمع النجوم، وبالخصوص من خلال التعارفات ومن خلال الاتصالات وهذه الأواصر العلاقات ما بين مبدعينا تزيين مغاربة كذلك من المغرب العرب إلى آخره. فمعا جميعا لدعمها الطاقة الشابة. قلت العزيمة كانت سيناريو كريم اليابوري الحوار إخراج أمين شوير التصوير كان سعد القنت. الفيلم اليتيمة هذا اللي ضروري كنا نذكر هذا الاسماء لان هذا هو الفريق التقني لانه اساسي. المخرج بوحده لن يقدم شيء. الممثل بوحده لن يكون مبدعا اكيد ولكن بطاقم تقني ككل يكون العمل. قلنا اليتيمه كان سيناريو كذلك كريم اليابوري حوار واخراج امين شويرف التصوير كان كريم الهرمان. نور القلوب هي فكرة ديال إيناس نور هي مصرية ممثلة ومغنية مصرية. حوار وإخراج أمين شويرف. موسيقى تصويرية سامح يسري لأنه أصلا مغني وهو مصري هو اللي هضر معكم. سيناريو كان جمال بلا. الإنتاج إن شاء الله سيتم عن طريق قناة نوميديا العربية. أيضا الأستاذ السنة الطريقة. تعرف معنا بها يعني كان واحد الاتصال خفيف أمام تازة
الوطني ديالها، مجرد مشات لمصر بعد الاسبوع اتصلت بيا هي، قالت لي انت كدير اخراج سينمائي؟ قالت لي انا في مصر ممثله فزيعه، يعني هي كل الاعمال ديالها مسلسلات مصريه مع الاستاذ او الدكتور يعني البحراني ومع مجموعه من الاسماء الكبرى في مصر. قالت لي انا عجبني المغرب وعجبتني تازه، قالت لي عجبتني تازه بالخضوره ديالها بالشلالات ديالها بالاشخاص ديالها. قالت لي كنتمنى تقبل نديرو انا وياك عام مشترك. قلت لها قد يصبر عليا واحد الشهر غادي نبعث على الفكره وغادي نعطيها لك. المهم داك الشهر تصلت بيا قالت لي هاد الفكره وهاش ما كتعرف هو الرساله الاولى ديال هاد الفيلم نقولو تأخي بين الشعوب، لاننا في واحد المرحله كل واحد كيقول نفسي نفسي، ولكن حنا شعوب عربيه راه هي كلها. هذه هي الرساله الاولى. وكان لي شعور ان من بعد ما سال في مصري ستخبر بان ايناس ستكون معايا في الفيلم، قد لا يمكنش تكون انت مع شاب مدينه تازه وطالما قبل ما كنت انا معك. قد انا مستعد نعطيك اغاني ديالو، وكنشكر جزيل الشكر لانه سجل اغاني خاصه بالفيلم، سجل موسيقى صوريه وجاو تازه على اساس صور فيلم ونقول ما عندي شويه ان شاء الله اخوان وغادي نقولها لان تقريبا سميحة يمكن تقول اخوان القناة ما مازال ما زيناش قبل ما حاجة ان شاء الله مازال نصور تازه وغادي نصور في مصر ان شاء الله بحمد الله. وكنشكر جزيل الشكر وزير الثقافة المصري لأنه مجرد اقترح علي العمل أو المشروع إلى أنه نوه المشروع ويرسل لنا تذاكر وإقامة لمدة شهرين. إلى قدرش أجيال أو قرون يوصلوا تازحنا إن شاء الله كشباب قد يوصلوا على كل مرجعنا. و ثانيا أشكر السيد عامل صاحب الجلالة على مدينة تازة، لأنه في الوقت اللي قال له رئيس السيد رئيس مجلس بلدي أمين شويرف صور فيلم مصري مدينة تازة، نوه وصفق لكل طاقم كبيرا وصغيرا. اشكر السيد عامر واشكر الناس تازا وقلت الحقيقه بكم ان شويه كاين في المجال الفني. تحيه لكم تحيه لكم. كما في علمكم ان بذره المبدع هي ملكه والملكه هي من الله سبحانه وتعالى، كذلك وجب صقل هذه الموهبه. فمحمد امين شويرف استفاد من عدة ورشات تكوينية وعلى الأساس لأن السينما ليست بالسهلة، كان تكوين العصامي كانت الملكة، تكوين العصامي كذلك الورشات، واستفاد من بعض الأطر اللي منهم محمد شرف الشيخ، كذلك استفاد من المخرج داود أولاد السيد، كذلك لازال في تكوين العصامي يبحث عن كل ما هو جديد. أنا دائما كندخل في غير في التوضيحات ولا لان ما كان انا هذه المره كنهضر باسم قناه كوميديا ماروك. السي محمد قال بان الرئيس المجلس البلدي والرئيس المجلس الاقليمي خاصهم يعرفوا، هما في الحقيقه دائما كيكونوا عندهم بادره، وفعلا عندنا واحد مجموعه اتصالات مهمه لان عندنا واحد مجموعه البرامج غادي نحطوها، ودائما كيقولوا لنا حنا موجودين معكم، ولكن ما نساوش واحد الشخص اللي في الحقيقه عطى واحد الاضافه لمدينه تازه، لان بحكم انا كنهضر معكم على قناه
كنهضر معكم على اساس المجال الصحفي والاعلامي اللي كنتواجد في جميع المواقف اللي كتوقع في تازة، عندي علم عليها وكنكون عارف من بينها الخبايا اللي كتكون في العمالة. هاد الشخص هذا هو السيد العامل، السيد العامل متبع واحد مجموعة ديال الأنشطة، متبع واحد مجموعة ديال الوقائع اللي كتوقع، هو السبب ديال الحركية ديال مدينة تازة باش تولي في المصاف ديال المدن، باش ترجع للترتيب اللي كانت فيه هاد المدينة شحال هادي والإطار، ترجع للإطار ديالها. فهاد المناسبة كنشكر السيد العامل باسم القناة، باسمكم نتوما، باسم السي أمين، لأن أصلا عندنا واحد اللقاء معاه إن شاء الله بحول الله في أقرب الوقت باش غادي نهضروا على هاد القضية الفيلم ولا هاد البرنامج هذا اللي عندنا. وبغيت أنا نقول هاد الفكرة باش ما خصناش ندوزوا في لقاء بحال هذا وما نعطيوش لكل شخص للحق ديالو. وكنشكرو وكنولي نعاود نشدد الشكر ديالو السيد العامل الاقليم تازا. تحيه للجميع، وفي الحقيقه شكرا لك. وغادي نسجل لنا التاريخ هذا بن سعد، لان ما سهلش حتى الموضوع ما سهلش نتيجه السرد التاريخي اللي عطيتي على محمد امين، رغم اننا حنا كنعرفوه محمد امين مزيان. محمد امين راه من الاصدقاء اللي سهل ان الواحد يتخلى عليه. انا اعرفه من زمان، والايام الاخيره الشهور الاخيره اندمجت معه اكثر. محمد امين حنا كنعتبروه ليس له اعاقه جسديه، ملي كيجلس معنا في القهوه نعتبره عادي، ليست له، ما عندناش اشكال معه نناقش مع شخص ذو عقلية متميزة، ما عندناش هذا الإشكال. السر التاريخي اللي عطيتينا عن محمد أمين فهو جميل جدا، وليس بالسهل أن واحد يناضل رغم المآسي ورغم مجموعة الحويجات اللي تعرض لها وفي هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والوضع في تازة ذات الطابع اللي راه كلشي كيعرفه ويناضل ويوصل، هذا ليس بالسهل. حنا ندعم دائما، ندعم الجودة، ندعم العقليات، ندعم من يبني افكار لمدينه تازة، هادشي معروف علينا هذا، والخصوص في تاسيس الجمعيات. علاقه محمد امين خصكم تعرفوا علاقته على المستوى الادب والاخلاق. كيف تتعامل مع امين في الادب واخلاقه؟ كيف يحترم نفسه ويجعلك انك تحترم؟ له طابع خاص في علاقته الاجتماعيه، وهذا هو اللي تميز فيه واللي كيجعله انه فعلا انه فنان ومبدع. وهاد الحويجات كيملكها الا الفنان المبدع. نختم الكلمه مع السي محمد امين، ختمنا هذه الجلسه المباركه وعلى بركه الله في جلسات اخرى ان شاء الله. تفضل السي محمد. اولا كنشكركم جميعا على الحضور الكريم، ونبغي نوجه واحد الرساله للشباب ديال تازا. احنا ولا تازا كبرنا في تازا، تربينا في تازا ونموت في تازا ان شاء الله. كفانا واحد الحاجه سميتها نجلسو في القهاوي أو نمشيو لشي طريق غلط، نبحثو في عدة مجالات، ما كنقولش أنا السينما أو المسرح أو الفن، عطا الله ما يكان. طبعا أساسي وأنا دائما أحب تازة وأبقى في تازة وسأموت في تازة إن شاء الله، وليس أنتم الجنة والطبق إلى المدرسة الأولى ديالي اللي هو الجد. أتمنى أنكم تقولوا وتحية خالصة لكم، وأنا كنبغي تازة وكنبغي جمهوري المدينة تازة وأصدقائي ديالي، تحية خالصة لكم باسمي وباسم قناة مدينة عيون، نقول لكم تشرفتونا بالحضور ديالكم.